الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الأحبة جميعا في جلساتنا العلمية الأسبوعية والتي عودناكم عليها، ونسعد اليوم باستضافة شيخنا الشيخ الحافظ الجامع طه محمد سكر حفظه الله تعالى، ليحدثنا عن موضوع إذا كان القرآن حمال أوجه أو حمال أوجه أو لا. مدة المحاضرة كالعادة 45 دقيقة، نتبعها ب 15 دقيقة للأسئلة والأجوبة والمداخلات. فالرجاء من الجميع إبقاء الميكروفونات على حالة الميوت لتجنب أي تشويش قد يحصل أثناء المحاضرة. أترككم الآن مع شيخنا للبدء في محاضرته، تفضلوا سيدنا. الله يجزيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من لدنك برحمتك يا أرحم الراحمين. جلسة اليوم إن شاء الله عنوانها كما ذكر أخينا أبو حسان الله يجزيه خير، جملة تتردد كثيرا على ألسنة بعض من يقف في الفضائيات وفي برامج التواصل الاجتماعي لكي يقول أن القرآن حمال أوجه، يعني أنه يستطيع أن يدخل من خلال هذه الجملة لكي يغير من ثوابت هذا الدين. طبعا هذه الجملة قالها سيدنا علي، سنأتي على هذا تفصيلا إن شاء الله، ولكن هذا حق أريد به باطل. فهناك من يتربص بالدين ويستغل هذه الجمل التي تتردد على الألسنة وهي مشهورة على مر الأجيال، فكثيرا ما نسمع هذه الجملة: القرآن حمال أوجه. أولا، الوجه الحقيقي الوحيد للقرآن الكريم هو أنه نور وشفاء وإخراج للناس من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ووصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة، منها المجيد الذي لا يبلى مع تغيرات الزمن، الفرقان الذي يفرق الحق بين الحق والباطل، الكريم، ومن معاني الكريم كما هو معلوم أنه يجدد العطاء في كل مناسبة ولا يكتفي بما هو عنده، بل يبدع دائما في كل ما يقدم. أيضا في كتاب مكنون قابل لأن يكشف أو يكشف كل جديد. محفوظ، طبعا هو نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى الأرض، إلى الأرض المحرمة. نحن في عنا أرض مقدسة وهي القدس ومن حولها، وفي عنا الأرض المحرمة التي هي مكة ومن حولها. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فربط النزول بهذه الأرض المحرمة بتلاوة القرآن، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا الكتاب هو كتاب آخر الكتب، نزل على آخر الرسل وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا القرآن يعني بخصائصه التي بينها المفسرون واهتموا بها على مستوى اللغة والأدب والنحو والبلاغة والفصاحة والإعجاز في كل مختلف المجالات، وهي ليست قابلة للحصر، يعني ما أنشئ من مؤلفات ومن مجلدات، آلاف المجلدات سواء الذي أتلف منها والذي هو موجود، كم عدد التفاسير الآن الموجودة، كم عدد الكتب التي استخرجت معانيها من هذا القرآن الكريم من 600 صفحة، هناك ملايين وملايين من الصفحات التي تشرح وتبحث هذا القرآن الكريم الذي يحمل في ذاته استجابة لكل الظروف التاريخية.
يعني نحن لحظات التشكيك أو فترات التشكيك التي بدأت أن هذا القرآن من 14 قرنا وجاء لأمة غير هذه الأمة وجاء لمجتمع بدوي غير متحضر، نحن الآن في القرن 21 إلى آخره. فإذا هو صحيح بدأ بمرحلة الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولكنه يستمر باتجاه المستقبل على مختلف العصور. الله عز وجل قال في ثنايا كتابه: ولتعلمن نبأه بعد حين، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا الكتاب. الوراثة ليست حفظا فقط، بل هو تطبيق كامل للقرآن الذي ضمن الله عز وجل استمراره. كما تعلمون الآية المشهورة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن خصائص الاستمرارية في القرآن كما ذكرنا أنه مجيد، أنه كريم، أنه مكنون، أنه محفوظ. نعم، إذن الكتاب مطلق، يصلح لكل زمان ومكان، يخاطب كل الناس، يخاطب الإنسان في جميع أحواله وفي جميع بلدانه وفي جميع ثقافاته، ليس مقيدا بقوم دون قوم. جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين، أي ليس هناك نبي بعدي. ومن هنا لا بد من وحدة الأمة، فلم يرسل بعده رسولا. قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. لذلك ضمن الله عز وجل حفظه وجعل حفظه مقرونا به، بخلاف الكتب السماوية السابقة التي أوكلت إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بينما قال عن القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه نقطة كثير مهمة أيها الإخوة، القرآن يصلح لكل زمان ومكان ولكل الأشخاص ولكل الأحوال، فقد يجعله حمال أوجه، يجعله يعني سقفا معرفيا يصلح لكل الأسقف المعرفية التي مرت بالبشر والتي سوف تمر في المستقبل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، وهذا رد على أن من يقول أن القرآن نزل على قوم معينين منذ 14 قرنا أو نزل على العرب فقط. أذكر مثال، كان في هناك باحث مصري هو قبطي مشهور ولكنه اسمه نظمي لوقا، ما بعرف إذا الأخوة المصريين بيعرفوه. هو كان مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمه وهو صغير ترسله إلى مدارس تحفيظ القرآن في منطقة السويس حتى يستقيم لسانه في العربية، فشغف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وألف مؤلفات، ألف كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، صار يدرس كمادة ثقافية في المدارس الثانوية في عهد جمال عبد الناصر. نعم، فكان يؤمن بهذا النبي ولكنه لم يكن مسلما، فما حقق الإسلام؟ يسألون لماذا لم تسلم، فيقول: نحن أقباط، نحن في مصر والإسلام ليس لنا، الإسلام جاء للعرب. فللأسف هو يعني فتح عليه بباب وأغلق عليه في أبواب أخرى، فلم يؤمن. الله عز وجل أعلم به إذا كان مؤمن أو كان يخشى من الكنيسة القبطية، لأنه حتى لما توفي هذا البابا شنودة منع أنه يصلى فيه في كنائس عنده، قال هذا لا، هذا غير مسيحي. نعم، فبالمقابل أيضا لو واحد مثلا شخص مؤمن مسلم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مؤمن بسيدنا موسى عليه السلام، كردة فعل على ما يفعله اليهود في فلسطين، شو بنقول له؟ أنت غير مسلم، هذا ليس هو الإسلام. فأن تكون مسلما، أن تؤمن بالرسالات جميعا، وأن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو لعالمين كافة، ورسالته إنما هي رسالة لكل البشرية، فهذا من الأساسيات. نرجع إلى موضوعنا الذي هو الأصل، أين وردت كلمة القرآن حمال أوجه؟ ورد عن سيدنا علي عليه السلام، أو سيدنا علي رضي الله عنه،
أرسل ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا أتيت القوم، مقصود القوم هو الخوارج. الخوارج كما تعلمون صلاح ظاهري، إتقان العبادة وأشكالها، ولكن جهل كامل بالمطبق، مع يباسة رأس، يعني مع عدم اقتناع به إلا الفكرة التي هن غذوا فيها. نعم. فإذا أتيت القوم فلا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه. فإن القرآن حمال أوجه، يصعب مناظرتهم هن بالأشكال هي. نعم. نعم. إذا القرآن المطلق حمال أوجه، إن قلناها بحسن نية وإن قلناها مع متطلبات وضوابط، فنقول حمال أوجه بشرط أن ننظر إلى ما يحيط هذا القرآن من تتمات ومعقبات. القرآن يرافق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أيضا بالإضافة إلى السنة هناك الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا هناك المقياس الرابع القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. إذا خطر مقولة حمال أوجه أن هناك الآن مغرضون كما ذكرنا، يفسرون القرآن حسب أهوائهم وحسب مخططاتهم حسب فهمهم. فإذا قبلنا بهذه الفكرة فسيأتينا تفسيرات متعددة لا منتهية، وسيفقد الدين هويته الجماعية ويصبح دين شخصي. يعني مثلا واحد شخص قرأ القرآن فلم يجد في القرآن الكريم أن هناك 5 صلوات في الإسلام، فقال أنا والله سأكتفي، قرأت أنه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أنا سأقوم بواجبي تجاه الله عز وجل وأصلي ركعتين في الصباح وأصلي ركعتين في المساء، وصلى الله وبارك. نعم. فلذلك هناك خطورة في إطلاق هذه العبارة القرآن حمال أوجه دون التحقيق فيها، لأنه إذا ما حققنا فيها عم ينسفوا مبدأ أساسي، أن القرآن هو المصدر الأول للإسلام، المصدر الأول للتشريع هو القرآن، هو القرآن. فإذا قلنا والله كل واحد على كيفه يفسر أو يحمل القرآن على وجه هو يرتاح إليه، فلم يحصل شيء من هذا الدين، أصلح الأمور سبهللة. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى القرآن وإلى الرسول إلى السنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ذلك نحن نعتقد بوجوب حجية السنة والإجماع والقياس، بدون ذلك سيكون الدين هيك يعني شغلة شوربة. نعم. ويكون التفلت هو سيد الموقف لدى الناس. نعم. أحاديث عدة متعددة الحقيقة على هذا، يعني يضعض بعضها بعضا. لذلك كثير من الناس يذكرون هذا الحديث، مثلا الإمام السيوطي يذكره في كتابه التفسير الدر المنثور، التفسير بالمأثور يذكره، وكثير من الناس من المحدثين وكذا بيقول لك هذول أحاديث ضعيفة، ولكن يدعم بعضها بعضا. فمن الأحاديث الموقوفة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خاصم نفر من أهل الأهواء، يعني الخوارج، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا الحسن، إن القرآن ذلول حمول ذو وجوه، تقول ويقولون خاصمهم بالسنة فإنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على السنة. إذن في أحاديث كثيرة القرآن ذلول حمول ذو وجوه، فاتقوا ذاك واتقوا كثرة وجوهه. كمان يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه أتيت إلى الذين يطعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه، دول الخوارج، فحاججوني بالقرآن فلم أقم معهم ولم أقعد، يعني ما حصل نتيجة معهم. ورجع إلى أبيه إلى الزبير ليشرح له، فقال: إن القرآن له محامل، كل حمله على ما يريد، والقرآن مستقيم، والخطأ في عقودهم، فجادلهم بالسنة.
طبعا السبب في ضلال كثير من الناس عندما يفسرون آية أنهم لم يجمعوا المعاني الموجودة المتناثرة حتى يؤخذ هذا النص أو هذه الآية وتدرس من خلال النصوص جميعا، وهو أمر هام جدا. يعني مثال آية السيف، طبعا السيف لم يذكر في القرآن الكريم، ولكن ذكر مشهور هذه الآية أنها آية السيف، الآية الرابعة من سورة التوبة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية يعني هي التي اتكأ عليها الذين يحبون أن يسفكوا الدماء، والذين يحبون أن ينتشر الإسلام بالعنف وبهذه الشدة التي هم فيها، وخاصة خوارج هذا الزمن الذين يكفرون الناس بالجملة. نعم، فلذلك يعني أي آية بدك تدرسها بدك تدرسها مع ما حولها هذا النص ومع ما يقابله من نصوص أخرى. إنما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. آيات كثيرة تجمع مع بعضها لكي تتخذ منهج في كيفية التعامل مع الأقوام الأخرى. نعم، فإذا أردنا أن نقيم شخص مثلا لن نستطيع أن نحكم عليه بجلسة واحدة نقول هذا منيح ولا مو منيح وكذا، إلا ما نقعد معه جلسة أو جلستين. وهكذا القرآن الكريم، الله عز وجل يقول عنه عن آياته: الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني، يعني متشابهان يصدق بعضهم بعضا، يدل بعضهم على بعض. فإذا جرد القرآن من هذه الآيات المرتبطة مع بعضها، وجرد من السنة، وجرد من القياس والإجماع، حصل الشذوذ والضلال. نعم، إذا هذه الأحاديث رغم كثرتها وأنها يعضد بعضها بعضا، ولكنها يعني لا تعني بحال من الأحوال شدة صحتها، وإنما في قولها في بحث فيها كلام. لابد من ذكر بهذا البحث، لابد من ذكر آية تكشف المتتبعين للمتشابه، وهم كثر الآن في هذا العصر. الآيات المحكمة، آية المشروع في أول من سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طبعا القائلون بأن القرآن حمال أوجه بنية خبيثة لا شك أنهم من الذين وصفهم الله بالزيغ واتباع المتشابه. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أمثلة على الآيات التي ممكن أن يعني يتهم بها الناس بأنهم يبحثون عن المتشابه دون أن يعرفوا الحقيقة. مثلا يحتج النصارى بأن القرآن والإنجيل كلاهما ذكر أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. نعم، فتركوا الاحتجاج بآيات أخرى في القرآن الكريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. معناه أيضا معنى روح الله، يعني هذا التشريف لسيدنا عيسى لما ذكره روح الله، هل معنى هذا الذي في القرآن الكريم غير المعنى الذي بأذهان النصارى والذي هو بضع من والعياذ بالله من الله جل جلاله. نعم، إذا أيضا من الآيات التي يبحث فيها أصحاب التشابه يبتغون الفتنة مثلا آية الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فبلا هذا الخمر هو المسكر الذي يذهب بالعقول، فإذا أخذ الإنسان شيئا قليلا منه فإنه لا يسكر. فيحرون لأنفسهم أن يفسروا هذه الآية، فإنهم لا مانع لهم من أن يشربوا القليل في كل مرة.
نعم، الآية أيضا التي قسمت العالم أيضا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. أيضا هناك سوء استخدام وسوء تفسير لهذه، وأول من بدأ بها هو الخوارج الذين خرجوا على سيدنا عثمان وخرجوا على سيدنا علي وقالوا لا حكم إلا لله، وحصل ما حصل من قتالهم للمشركين وشدة بأسهم على من خالفهم. أظن في أحد العلماء أو أحد الفقهاء، نسيت اسمه والله، كان مع مجموعة من قومه، فمروا بقوم يصلوا هن الخوارج معهم أسلحتهم، فقال لهم من أنتم؟ قالوا نحن مشركون. قالوا ماذا تبغون؟ قالوا نريد أن نستجير بكم. قالوا لكم ذلك، فاستجاروهم. قالوا أيضا نريد أن نسمع كلام الله. قالوا سوف نسمعكم كلام الله. قال نريد أن نصل إلى قريتنا. قال سوف نوصلكم. فأخذوهم بالحراسة المشددة نحو بيوتهم، ولو قالوا لهم أنهم مؤمنون لا سألوهم بعض الأسئلة وحكموا عليهم أنهم كفار وقتلوهم. نعم، الآية أيضا التي ممكن أن يستشكل فيها بعض الناس مثلا حجية السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني قد يقول قائل أن السعي بين الصفا والمروة ليس فرضا ولا واجبا، إنما فلا جناح عليه، يعني معلش يسعى بده، يسعى بده ما يسعى. فماذا نرد عليه؟ نرد عليه بالإجماع وبمعرفة أسباب النزول لهذه الآية، حيث كان هناك صنمان، واحد في الصفا وواحد في المروة، وكان يطوف كفار قريش ويأتون إلى هذا الصنم ثم يعودون إلى الصنم الآخر، فخشي المسلمون أن يصيبهم شيء من الشرك عندما يطوفون بالمسعى. فذكر القرآن الكريم، طبعا أزيل هذان الصنمان، يعني خشى أن يحصل بهذا الشرك. نعم، في هناك آيات إذن تحمل صفة تعدد الأوجه، وهي صالحة لكل زمان ومكان. مثلا آية الآن نشعر بها كثيرا في عصرنا الحاضر، ويستخدمها كثير من الخطباء والوعاظ، وفي إشارة إلى أنه يجب على الناس أن تلتفت إلى الدين، وأن الإسلام هو الموقف إلى آخره. الآية هي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طبعا الألف واللام هنا ألف الجنسية، يعني تطلق على كل فساد. فهذا الفساد في البر والبحر، في البر قد يقصد مثلا كثرة انتشار الأمراض، قد يفهم منها كثرة المعاصي. في البحر أيضا قد يفهم منها هذه المنتجعات السياحية التي فيها ينزل عليها غضب الله عز وجل، فيها من المحرمات ما لا يخفى على الجميع. نعم، فهذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كمان يمكن أن نفسره بما يفعله المسيطرون على الثروات في الأرض، تلوث البحار بالنفط مثلا، أو بالإشعاعات النووية، أو التلاعب بالهندسة الوراثية والتلاعب بمصير البشرية. الله أعلم ماذا يخفون لنا في المستقبل القريب في هذه الدراسات الجديدة بالهندسة الوراثية. نعم، إذا هذا الحكم ظهر الفساد في البر والبحر، حكم ظني متغير متجدد، وهون يعني نشعر بقوة القرآن الكريم، جعل الحكم واسع، لذلك ضمن القرآن بالاستمرار. أيضا نأتي بآية مثلا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، جعلها مفتوحة. يعني الآن ما حيتصوروا الصحابة أو من بعدهم أو من قبل 300 سنة مثلا على موضوع الطائرة والغواصة والباخرة التي تسير على الطاقة النووية أو ما شابه ذلك. نعم، إذا يعني ما نريد أن نصل إليه أن العلمانيون والحداثيون يستغلون هذه المقولة، يقولوا إحنا بدنا نصلح الفكر الديني، عندهم قنوات مفتوحة لهم وعندهم إمكانيات، ويدعمهم أيضا الاتجاهات العامة للدول التي تريد أن تميع قضايا الإسلام وأن تبعدهم عن الالتزام بالدين. فهذه الشعوب أصلا شعوب
متدينة لا تعرف الكثير من خبايا هذا الدين. هم مسلمون وهم يتصلون بالله عز وجل بفطرتهم السليمة، فيحاول هؤلاء الاصطياد في الماء العكر من باب إصلاح الفكر الديني لكي يشوشوا عليهم هذه الأفكار. يعني هدول اللي عم يطلعوا مثلا مثل الإسلام البحيري مثل أمثاله، هدول عم يسببوا أزمة في بيوت المسلمين. عم يصير جدال انه هذا مظبوط، احنا ما بنعرف هيك صار مظبوط الكلام. بدا الناس تشك، بدات الناس ايضا يتعكر يعني خلاصه صفوه ايمانها الفطري. هذا بيتطلب من المسلمين الصادقين ان يكون هدفهم الحقيقه مقاومه هذا الفكر الذي يدعي بخبث اصلاح الفكر الديني. نعم، هو يعني كلمه حق اريد بها باطل. نعم، فهن بيقولون هؤلاء الحداثيون نحن مسلمون ولنا الحرية في اختيار التفسير الذي يناسب عصرنا. القرآن فيه عبارات حاسمة، ليس عبارات حاسمة بل عبارات مرنة. نعم، لذلك ممكن أنه ندخل معاني له. يعني من فترة طويلة من 50 سنة أو أكثر ظهر بعض العلماء من يقول يفسر الطير الأبابيل أنها جراثيم، وأنها الجراثيم هي حملتها الذباب والبعوض، الذباب والبعوض طيور، هكذا فسر الموضوع ونهى الموضوع على أنه معجزة من أجل أن يتقارب مع الحداثيين، أنه شو هذا فيل وما فيل، وجراثيم تأتي إلى الواحد وتضرب تدخل فيه حتى تخرج منه إلى آخره. ف يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو. لماذا هذا الالتفاف على حقائق لم يعني يعترف فيها المسلمون فقط، بل نفس الناس القوم الذين عاصروا هذه الحادثة رووها وكانوا كبار في السن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوا ولم بل هناك أشعار في الجاهلية على هذا الحدث الهام الذي وصار يؤرخ به. فلا داعي نقول والله شغل طير الأبابيل عبارة عن جراثيم من أجل أنه نخفف وطأة على الناس انه بيصدقونا ولا ما بيصدقونا، خلينا نتقارب مع الحداثيين ومع العلمانيين الى اخره. نعم، اذا القران ممكن يكون في بعض الايات منه حمال اوجه وليس كل القران. القران في ايات محكمه قاطعه، ايات العقيده قل هو الله احد، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، لها وجه واحد. ايات الاحكام المواريث مثلا تشريعيه، احكام ذكرت بالتفصيل الربع والثمن والنصف إلى آخره. في هناك آيات تتعلق بالقوانين الكونية العلمية في الكون. فهون القرآن عم يستعمل أسلوب مرن، يعني يستعمل ألفاظ تدل على عدة معاني يفهمها كل واحد على حسب مستواه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يعني البدوي ممكن يفهم أنه كل من الشمس والقمر يسطع منهما الضياء والنور. بتعمق أكثر بيقول الضياء من داخل الشمس منها نفسها يخرج الضوء، أما القمر فهو انعكاس للنور من جرم آخر من كوكب آخر. طبعا الفلكي المتخصص بيقول لك إنه الضياء الموجود في الشمس هذا فيه معه حرارة، بينما القمر عبارة عن جرم بارد ليس فيه حرارة. نعم، إذا القمر يضيء ويعكس دون حرارة. والأرض بعد ذلك دحاها، ممكن يفهمها الإنسان أنه بسطها، ممكن يفهم أكثر أنه متسعة، ممكن على الدراسات الحديثة يفهم من دحاها أنها مكورة. نعم، آيات التشريع بالمناسبة آيات الحلال والحرام كمان وضع كثير من آياتها، مو كثير وإنما حوالي ربع الآيات بطريقة مرنة يعني مشان عدم الحرج. أضرب مثال على ذلك، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هي الوالدات يرضعن أولادهن حولين، هي جملة خبرية، عندنا احتمالين بهذه الجملة الخبرية، إما أن تقرر أن الإرضاع هو حق للأم، ممكن أن ترضع وممكن أن لا ترضع، هي حسب اختيارها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أو أن يفهم منها أن الرضاعة واجبة عليها، يعني أمر صيغة بشكل خبر أن الوالدات يجب عليهن أن يرضعن أولادها. لو كان الخيار الثاني فقط ماذا كان يجب أن تكون العبارة؟
وعلى الوالدات إرضاع أولادهن. فلو جاءت العبارة على الوالدات إرضاع أولادهن التفى الاحتمال الأول الذي أعطي لها حق الخيار، واختلف الناس المذاهب على هذين الأمرين، وخلافهم يعني كثير مشهور معروف في باختلافات لغوية مثل القرء مثلا إلى آخره. فحوالي 25% من الأحكام الشرعية اختلف في تفسيرها لتخفيف الحرج. نعم، يعني أيضا يجب أن نضيف أنه ليس من كل هب ودب يستطيع التفسير أو له الحق في التفسير. هلا يعني كل واحد بيقول لك أنت عندك جوجل وفوت تأخذ الإسلام الحقيقي منه، الله أعلم ماذا يعني يوضع في الدسم من سموم. نعم، فهناك قواعد للتفاسير. هلا كثير من المعاصرين شذوا في التفاسير ونظرات جديدة في القرآن أو ما شابه ذلك، المرأة، الميراث، الحجاب، الخمر، الحكم بغير ما أنزل الله. نعم، فهذه القواعد يجب أن تدرس بشكل جيد حتى لا يشذ الإنسان بالتفسير. أخيرا، معنا وقت لحنا، أخيرا نتطرق إلى التفسير الإشاري، لأنه هذا جزء من بحثنا أن القرآن حمال أوجه. نعم، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. بالمناسبة عسعس أيضا من الكلمات المتضادة، تعني إما أن يأتي الليل أو أن يذهب الليل. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إما أن يدخل الليل أو أن يخرج. نعم، فأحد المفسرين الذين فتح الله عز وجل عليهم قال هذه الليل إذا عسعس هذا ظلام الجاهلية، فهذا ظلام الجاهلية سوف يرحل عندما يظهر نور الإسلام، فشبه نور الإسلام بالصبح إذا تنفس. طبعا يعني ما غير من المعنى ولم ينكر المعنى الأصلي، ولكن فتح الله عز وجل لمعاني، فإذا فتح بمعنى لم ينقض المعنى الأول ولم يكن شاذا أو يعني في تخبيص مثلا، وإن الله لمع المحسنين، لمع يعني لمع أو برق أو جعله ضاوي، هذا طبعا من الأشياء التي لا تقبل. نعم، أيضا واحد آخر مثلا في قال مر على سورة الأنعام قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا كان حوار بين أمر من الله عز وجل لعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام اليهود. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في معنا وقت ولا نوقف؟ ما معنا سيدي، ما زال في الوقت، ما زال، تفضلوا يا سيدي. بس خبرني أنا استرسل يعني. إن نعم، شاء الله 10 دقائق إن شاء الله. فقل الله انقطع إلى الله عز وجل وغيب عما سواه، هكذا تبدى له هذا المعنى. قل لله، قل لله بقلبك وروحك وغيب عما سواه، ثم اترك الناس في خوض يلعبون يسيطر عليهم الهوى. إذا يعني في هناك تفسير إشاري نقبله بشرط ألا يناقض معنى الآية الأولى، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، أن يكون بينه وبين الآية ارتباط وتلازم. مثلا في من اللول المعاني السخيفة، لا تقتلوا تبع امرأة فرعون، لا تقتلوه، لا قرة عين لي ولك، عم تقول له كانت تسبه لفرعون وتقول له ولك، عن اللهجة الشامية. طبعا هذا أمر سخيف. نعم، فلذلك يعني عندما يقرأ الإنسان العارف القرآن الكريم أي شيء يقرأه يصله بالله عز وجل. يعني يقال أحد العارفين ماشي بالسوق وسمع بائعا في السوق يقول الخيار بعشرة، فتواجه رجال الحال وقال إذا كان الخيار بعشرة فكيف الأشرار. أيضا آية ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. أيضا يأتي الذين يتلذذون بمناجاة الله عز وجل بتلاوة كتابه يجدوا من المعاني ما تتفتق به أذهانهم وترتقي به أرواحهم. ويقال موعظ هي قصة صحيحة ولا قصة رمزية، لكن سمعتها من الوالد عليه رحمة الله، أنه كيف أحيانا كلمة واحدة أو مصطلح واحد
ممكن أن يفهم كل على حسب استعداداته. فبيقول إنه 4 طلعوا على البرية على الصحراء على الفلاح، ما في حدا حواليهم، فسمعوا هاتف الصوت هذا، الله أعلم شو فيه. فكل واحد سمعه شكل، أولاني سمع يا زعتر بري، الثاني سمع اسعى ترى بري، والثالث الساعة ترى بري، والرابع ما أوسع بري. فهدول 4 حالات، الأولاني هذا مقام الغافلين اللي بهمه بطنه، هذا شخص يعني قتله بطنه. الثاني مقام السالكين، اسعى ترى بري، هذا الشخص كان مسرف على نفسه ثم تاب وترك المعاصي وأقبل على الله عز وجل، فالله عز وجل عم يبشره أنه أنت ماشي بالطريق الصح وسوف ترى حسن الصلة بالله عز وجل. الثالث سالك وجاهد نفسه، فصار عنده مقام الظافرين، فيسمع الله عز وجل يناديه، وكان يخشى أن تفوته المواصلة فيقول له الساعة ترى بر. الرابع أعلى مرتبة طبعا مقام الشهود، قال له أنتوا فين ونحن فين. مقام الشهود ما أوسع بري، يعني لا يشاهد سواه جل جلاله. طبعا المسموع واحد ولكن تختلف أفهام السامعين، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الرزق. أيضا يروى عن ابن عباس في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يقول ابن عباس رضي الله عنه الماء هو القرآن، وسالت أودية هي قلوب العباد، يتفاوت الناس حسب طهارة القلب. نعم، إذا تفسير الإشاري تأويل القرآن على غير ظاهره لإشارة خفية تظهر مو للجميع، هذول السالكين لأرباب السلوك الذين يعني يمكن أن يجمعوا هذه المعاني بالمراد الظاهر. ما نريد أن نختم به أن هذه المقولة يجب أن نحذر منها ونشوف ما هو من يقول هذه المقولة، هل هو شخص طاهر بريء يريد أن يفسر وأن يعرف التفاسير مثلا أو يعرف المراد، أم أنه إنسان يريد أن يضع السم في الدسم. في مجموعة من العلماء الحاليين يعترضون نهائيا على هذه الفكرة، أن القرآن الكريم يجب أن يرجع إليه ولا يكون في هناك أقاويل أو إشارات أو ما شابه ذلك. فهذه المقولة التي تتردد الآن على كثير من ألسنة الدعاة الحديثيين الذين يقولون أن القرآن حمال أوجه. والله عز وجل أعلم وأحكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير أستاذنا وأحسن إليكم. أفتح المجال الآن للأسئلة والمداخلات، فعلى من لديه سؤال أو مداخلة الإشارة إلى ذلك برفع اليد رجاء. تفضلوا أيها الإخوة. تفضل دكتور. السلام عليكم. تفضل. السلام ما في رفع يد إخواني. شلون؟ تفضل. ما في يد لحتى نرفعها. ما في ما في بالتولز اللي محطوطة يد مشان الرفع، ما في. طيب كلامك حمال أوجه. بلا سيدي، اذا في عندك هيك تحت مكتوب رياكشنز، عند الرياكشن بتكتبها سيدي، ففي عندك ريت هاند. ايوه تمام، هذا وجه من الأوجه. نعم سيدي. تفضل دكتور جلال، تفضل السؤال. السلام عليكم. آسف والله قبل شوي تليفوني الميكروفون فتح بدون ما أحس، قلت لكم السلام عليكم بالخطأ، يعني آسف على المقاطعة كان. بس الله يجزيك خير شيخ طه، والله يعني موضوع ممتاز الحقيقة، والأمثلة اللي أعطيتها واسعة وممتازة وتدل على علم واسع، يعني الله يجزيكم الخير. حقيقة أنا لما سمعت عنوان المحاضرة قلت لحالي الجواب سهل، يعني هو حمال أوجه، بس سبحان الله الشرح كان جميل جدا. هو الشيء الوحيد اللي خطرت على بالي يعني ذكرتها حضرتك لاحقا، يعني انه سبحان الله هو من باب اول من باب رحمه الله سبحانه وتعالى، انه الامور ما تكون واضحه تماما 100%، مشان هو لما تكون في اوجه كثيره هو من باب رحمه الله سبحانه وتعالى بالعباد، انه ما يكون امر واحد واحد يبسويه بكون مخطئ يعني او مذنب. والشغله الثانيه كمان هو سبحان الله يعني ولله المثل الاعلى،
انه حتى سبحان الله الانسان لما بتحكي مع انسان ذكي جدا صعب تفهم عليه يعني تماما ايش بده، يعني بتحكي معه وتفهم عليه شيء بس بتحس انه في لسه في شيء ثاني بذهنه اوسع من اللي انت فهمته. ولله المثل على فنفس الشيء، يعني الله سبحانه وتعالى ممكن كان يساوي القران يعني بمعنى واحد ولكنه حمال اوجه دليل على عظمه الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله، صحيح، كرمك الله. بخير، الله يبارك، الله يحفظك. الأخ عبد القادر تفضل. السلام عليكم، كيفك سيدنا الشيخ أهلا طه؟ الله وسهلا، يعطيكم العافية يا أهلا رب. وسهلا، الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا. يعني والله محاضرة جميلة، الله يجزيك الخير. أنا تأخرت قليلا، كنت بمشوار فأعتذر. أنا المداخلة اللي حابب أنه ألفت نظر إخواننا أنه يجب علينا جميعا أن دائما يعني عندما نتطرق لموضوع تفسير القرآن أو نتابع أحد المفسرين المعاصرين اللي يعني في منهم مثل ما قال الشيخ طه الله يجزيكم الخير أنه الله سبحانه وتعالى بيفتح عليه ف يظهر على لسانه يعني معنى جديد قد يخدم الأمة في كثير من الأمور. لكن بقية الحداثيين اللي عم يشتغلوا بهذا الموضوع بتغيير معاني القرآن وما إلى ذلك، أنا بشعر إنه أكثرهم بيجتمعوا بصفة أساسية وهي إنه ما بيقدموا شيء للأمة. يعني للأسف إنه يعني بيضوعوا الناس بأفهام جديدة أو هي حتى يعني تألي على المعنى أو هو تطاول على المعنى وليس تجديد للمعنى أو إيجاد معنى يخدم الأمة فيما يرفع عنها شيء من الضيق أو الحرج أو ما إلى ذلك، أو يفيد مثلا بعض الناس في حياتهم القلبية وارتقاءاتهم في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كلنا يعني كلياتنا تعهدنا على أنه نبحث دائما على ما يفيد ونترك ما لا يفيد، صحيح. فسنحمي أنفسنا جميعا ونحمي أولادنا وما إلى ذلك. وإذا تعودنا كلنا وعودنا أولادنا وعودنا أحبابنا على هذا الأمر، إن شاء الله تعالى يعني بنقدر نتجنب كثير من الإشكاليات التي يطرحها هؤلاء الناس. وجزاكم جزاك الله الله خير. خير، ما شاء الله، ما شاء الله، هذه وصية يجب أن نتذكرها على طول، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. أي سؤال طيب، آخر؟ هل يرغب أحد من الأخوة بتوجيه سؤال؟ تفضل دكتور يسر، تفضل. أهلا دكتور يسر أبو سعد، تفضل. السلام عليكم سيدنا، جزاكم الله خيرا أخ سلام، عبد الفتاح وشيخ طه، هذا بارك الله وصلنا، فيكم، هذا وصلنا، الله يكرمك. عندي سؤالين، واحد على الآية اللي ذكرتها في قرة عين لي ولك لا، هل يجوز الوقف على لا، إنه قرة عين لي ولك ليس قرة عين، يعني أن يقف عند لا؟ ممكن ممكن هذا ممكن التفسير، هذا التفسير. نعم معنى أيوه جميل، يعني ما بيخالف المعنى العام، بس مو نعم كلمة ولك يعني تبع الشوام انه بدعي عليه، قرة نعم عينين لي ولك لا، انا نعم سمعتها مرة من احد، يعني ما بتخالف المعنى العام بس مو هو المقصود تماما، نعم المقصود هي لا تقتلوه عسى ان ينفعنا، يعني نعم ممكن انت تقف عليها بس شو بدك تبدا، بدك ترجع بتقول لا تقتلوه، ارجع نعم تقتلوه عسى، يعني بتوقف عليها وبتذكر انه الاصل هو لا تقتلوه عسى ان ينفع. صحيح. طيب الآية الثانية في سورة المائدة في قصة قابيل وهابيل، يعني فأصبح من النادمين، إذا كملنا بنقدر نقول فأصبح من النادمين من أجل ذلك، كما ما بعرف هيك الله العليم، قيل لي إنه لا مانع من قراءة، بس بدك ترجع أيضا، أصبح من النادمين من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل مثل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير.
فالوقفة هذه رغم أنه ما بيحبوها كثير علماء الوقف وعلماء التجويد، ولكن قد تعطي معنى أحيانا. يعني يكون واحد شارد ينتبه، والله الإمام وقف على شغلة يعني تسترعي اهتمامي. فهذا من باب التدارس، ويفضل أنه يعني ما يكون مع ناس محصورين، بحيث أنه يعني إذا صار مثل البحث هذا يعطي أبعاد الموضوع وليس يتركه بدون توضيح. نعم، الهدف هو المعاني دائما، الوقف هو أصله المعنى، فإذا تغير المعنى فهذا يعني لا يستحب. نعم، بس هيك أصبح من النادمين من أجل ذلك. معنى واضح، ممكن نرجع من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني من أجل نعم ذلك ترتبط بما قبلها وبما بعدها، ما في مانع. نعم جزاكم على الله، مؤاخذة ان نقطع الخط، ردينا دخلنا مرة ثانية. الله يبارك الله فيك. يبارك، يا اهلا وسهلا. في سؤال آخر دكتور يسر بتحب توجه ولا؟ ما بعرف إذا في حدا أخذ دور، ما في داعي. جتني آية ثانية هي تبع قصة بنات سيدنا شعيب، على استحياء تمشي على استحياء قالت، كما نعم، ممكن يعني الوصل بانه قولها على استحياء ومشيتها على استحياء، ما هيك سيدنا؟ حلو والله، حلو كمان، معنى لطيف أيضا، نعم شيء حلو. نعم، نعم الله يجزيكم ما الخير، شاء الله، الله يبارك فيكم، بارك ما الله شاء الله. فيكم. لا يعني لا سيدنا، تسلم. هلا لو انه هي انه معناه في بعض الاحاديث يعني مثل ما ذكرت البعض بيضعفوا، انه يحمل على احسن الوجوه القرآن بهالمسألة هي، يا ترى في إلى وجه بهالأمر؟ أنه تبع فاحملوه على احسن وجوهه موضوع القران، انه ذو الايه انه مثلا ممكن يقصد بها هكذا وهكذا، فانه فاحملوه على احسن وجوهه، هيك نص الحديث. يعني تعرف انه بيضعفه البعض، في لا اصل للمساله هي. قصدك بموضوع الوقف يعني؟ لا في موضوع يعني تحميل الوجوه تبع القران تبع الايات، انه فاحملوه على تحمله على، احسن وجوهه. هي من ضمن الأحاديث اللي استشهدوا فيها الناس أن نعم القرآن حمال، إضافوها للحديث الأحاديث الضعيفة الأخرى، هي باكج كامل، هذول جابوا هذا الحديث مع ضمن الأحاديث الثانية. نعم، فحملوا على أحسن وجوهه. أظن سيدنا علي يقول هذا، أظن، نسيت والله. نعم، بس وارد، أنا سمعت به يعني هذا الحديث. بس نعم هدول مشايخ العصر هذا كثير بيضعفوا الحديث، وحتى صحيح في منهم بينكرها يعني. صحيح، الله يجزيكم خير. الدكتور السلام ياسين عليكم، ممكن أسأل؟ تفضل. يا تفضل دكتور ياسين تفضل. يعني طبعا هذا من إعجاز القرآن أن يكون حمال الوجوه، هذا إعجاز في القرآن، لأنه أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف يعني بيكون في تدبر إذا كان الأمور يعني فيها عملية جمود؟ يفهم يعني، أنا أفهم من عملية يعني حمال الوجوه هو أن القرآن ليس جامد، في تدبر ترك للصالح لكل زمان ومكان، أتى لكل البشرية، لا يتعلق بزمن. طبعا القرآن يسرد، لا يتعلق بزمن، ليس محدود بزمن، نعم بمفاهيمه العلمية ومفاهيم والأحكام، وهناك ثوابت كما شرح الشيخ، نعم طبعا الله يزيك. في ثوابت في القرآن. يعني بس هو في القرآن، سؤال للشيخ، إنه وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا القرآن يعني، ولكن رد إنه رتلناه، فرتل القرآن ترتيلا، وهي تجزيء القرآن حتى يسهل فهمه، لأن القرآن هو عبارة عن جملة واحدة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. يعني في قول للشيخ يوسف قصص، يقول سألوه في اليابان إنه ممكن تترجم لنا بعض الآيات من الياباني من الانجليش لليابان، قال لهم كيف بدي احط لكم انا ماء بحر، احط لكم اياه بكاس صغير. يعني علم القران سبحان الله غير محدود، وطبعا فتح الله رب العالمين باب التدبر، وهذا هو الله اعلم قد يكون معنى يعني انه حمال اوجه. وجزاكم الله. هاي كلمة حمال أوجه شيخ ياسين، هاي عند الناس المسلمين طبيعيين لهم حسن نية، أنا بوافقك 100%، بس أنا عم أقول هلأ العلمانيين والحداثيين الجدد عم يلتوا بهالقصة هاي ويستثمروها بخبث، فلذلك يجب أن نحذر منهم. أما القرآن نحن بطبيعتنا بإيماننا وكذا، القرآن حمال أوجه، كل مرة بتفكر بأمر بيطلع لك أمر ثاني، تنبش شوية نبش بيطلع لك،
انت عم تغوص لجوا البحر، بيطلع لك غير لما توقف على الشط، بيطلع لك صدف صغيرة اللي بيجمعوه الاولاد الصغار، بينما اذا بتفوت على البحر لجوا بيطلع لك لآلة، بيطلع لك مرجان، بيطلع لك لؤلؤ، بيطلع لك. فهذا كلام ما لا غبار عليه، بس انا بس اعتراضي على انه هذا تفسيرهم لهذه القصة وجرهم الناس اللعب بثوابت القرآن الكريم، هو هي القصة اللي نحن بنخاف منها ونحذر الناس منها. عرفت كيف؟ يعني الناس يعني مثل ما عم لك هلا مثلا اخواننا المصريين، هذا اسلام بحيري لما فات على كل بيت بهالبرنامج تبعه وحطوا له مدري القاهرة والناس، برنامج يومي او اسبوعي والله ما بعرف، يعني احدث بلبلة فظيعة عند الناس البسطاء اللي فطرتهم سليمة، اللي بعدين حاكموه طلب وقفوه طالب وزير الاوقاف تدخل وكذا، بس في موجه عامه اتجاه عام بالدوله انه لا اخي فوتوا هالفوته. فزا نفسه رئيس الدوله قال لهم شو بتحسبوا انه انتم هالمليار ونص بدكم تقتلوا 7 مليارات بشر على الكره الارضيه؟ فاذا هيك نظره الحكام فما بالك شو عم يخططوا وشو عم يمشوا وشو عم يقيموا وشو عم يحطوا. فيعني هذا قسمين، نحن قسمنا مثل اللي قلت عليه، نحن كل ما خضنا أكثر، كل ما طلعنا أوجه أكثر، كل ما استمتعنا أكثر بالقرآن الكريم. أما هدنك بخبثهم عم يقولوا لا نحن حمال أوجه، معناتها كل واحد له تفسيره، كل واحد شو الله بيلهمه بيطلع منه التفسير. عرفت كيف؟ فنحن الناس قسمين، الله عز وجل أعلم. الله يجزيكم الخير. آخر توفي هذا، مو توفي اسلام بحير، مو توفي؟ لا موجود. لا بظن، ما بعرف اذا موجود. بظن توفي. الثاني واحد ثاني كمان ابراهيم عيسى بده يشتغل، بحط سيالات كمان بيطلع وبيحكي قصص يعني بيشتت افكار الناس. هذول عاد اللي عم يكتبوا بقى كتب ويطبعوا طبعات، يشككوا بالبخاري، يشككوا بالقران، ويشككوا بصلاحيته الى اخره، يعني حمله شرسه جدا جدا على الدين. والله عز وجل نسال انه يحفظنا ويحمينا ويحمي الاجيال القادمه، هذا الجيل تبع التواصل الاجتماعي، الله يجيرنا من عواقب ما يحصل. الله يبارك فيك. سأخذ يعني آخر سؤال، في سؤال على الشات إنه هل تحتمل عبارة أيضا وجوه القراءات؟ طبعا طبعا تحتمل، يعني مثلا فتثبتوا فتبينوا، عرفت كيف؟ تحتمل. شو كمان؟ يعني في كثير كلمات حتى بتغير التفسير فيها، الله يقص الحق والله يقضي الحق. شلون؟ كلمة يقص كلمة يقضي، فمعنيين مختلفين تماما. ننشر ننشز، ننشرها ننشزها، كمان معنيين مختلفين. فأيضا يشمل هذا حمال أوجه في القراءات، هذا صحيح، يعطي أفق أوسع في القراءة. مثلا تبع مثلا أرجلكم وأرجلكم، أيضا هناك بحث طويل عريض في خلاف الفقهاء بين المسح ولا الغسل أو ما شابه ذلك، فهذا يعطي أيضا ثراء في التباين في الأفكار. نعم الله يجزيكم خير، الله يبارك فيك. نعم شكرا سيدي، بدعاء ان شاء الله. الله يجزيك خير، خلاص يكفي ما شاء الله من عندك. ما من عندكم سيدي، ما في مثل. الله الشيخ ياسين عندكم، شيخ ياسين تفضل. تفضل. الو، ايه تفضلوا سيدي، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وانا معظم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة بأبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ربنا ردنا وجميع المسلمين إليك ردا جميلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته،
اللهم إنا نسألك أن تعمر به بلادنا وديارنا ومساجدنا، وأن تعمر بنوره قلوبنا وقبورنا وأبصارنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وافتح علينا من إشراقاته وأنواره ما ننير به دربنا في هذه الظلمات الحالكة التي نعيشها في هذه الأزمنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمتنا إلا على حسن الخاتمة، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير يا سيدي، الله يبارك فيكم، وإياكم نسلم، حياكم الله. الله يبارك فيكم في محاضرات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم. ما بدك توقف، وعليكم السلام. بدك تستمر، إجازات وما إجازات وكذا. حاجة سيدنا، الله يبارك فيكم. يلا وصلنا، شكرا لكم. السلام عليكم.